في القدس مراسلة الجزيرة التي يستقبلها بكل فخر نجوان سمري لأنها عادت لتواصل المسيرة. سعيدة بأنك تطلين معنا مرة أخرى نجوان سمري، وهذه أول إطلالة لك بعد فقدان الزميلة العزيزة شيرين. تكملين درب الحقيقة وتواصلين العمل، نريد منك القوة كما عهدناك في تغطيتك السابقة وما كما كانت صديقتك العزيزة شيرين الله يرحمها. نعم ميادة، شكرا. يعني حاولت الاستعداد كثيرا ربما لهذه اللحظة كي أتجنب هذا الموقف، لكن يبدو أن ذلك لا يسعفني. أريد فقط أن أقول أنني بفقدان شيرين، أو أن شيرين فقدنا إنسانة عظيمة، فقد أعظم إنسانة عرفتها على الإطلاق. ورغم كل هذا الحزن بداخلي، لكنني رغم أن طريقي لن تكون سهلة بدونها، لأنها شيرين بالنسبة لي كانت بداية الزميلة والمعلمة، بعدها أصبحت الصديقة والأخت، وثم أقرب إنسان إلى روحي. لكن مع ذلك سأبحث عن روحها الطيبة في كل تفاصيل حياتي اليومية والعملية، وسأتعلم منها دائما كيف نستمر رغم كل شيء. فهذا ما كانت تفعله شيرين دائما، رغم أنني سأشتاق إليها كثيرا وسأفتقدها في كل لحظة، لكننا سنستمر أولا من أجلها، وثانيا من أجل القضية والحلم الذي كان يراودها دائما، وهو تحرير القدس وتحرير فلسطين إن شاء الله. إن شاء الله. ولا نطلب من الله إلا أن يعيننا على هذا المسير بعد غيابها. انت قدها يا نجوان. سأنتقل ربما إلى هذه الفعالية. وهذا ما تعودنا عليه منك.